البنات، السلام عليكم. اليوم غنبدا لكم فلوق ديالي من بيم، لانني جيت باش ناخذ التخفيضات ديال اليوم الجمعه. بطبيعه الحال الناس كامل هم دخلوا، انا ما قدرتش ندخل في داك الزحام. دابا عاد ندخل ونشوفوا شنو غيبقى لينا. وانا جايه على الكافيتير وهذوك لي مول ديال الحلوه، نشوف اذا لقيتهم، الا ما لقيتهمش نغلب الله. المهم البنات، حتى من بعد نتلاقاو البنات. هادو هما التخفيضات اللي دايرين السيمانه الجايه، نتمنى يكونوا باينين ليكم. تخفيضات زوينه البنات، اذا عجبتكم شي حاجه. هو دايرين هادو بالنسبه للبسكوت وداك الشيء. سلام البنات، هنا رجعت. كيف كتعرفوا قبيله قلت لكم راني غنمشي لبيم، وبطبيعه الحال مشيت وتلاقيت داكشي اللي بغيت خديته. كنت ناويه نصور لكم في الداخل زعما، مي كان الزحام بزاف بزاف بزاف، كانوا الناس بزاف اللي بغاو لي زارتيكل، فما خطرش نصور لكم. البارح كنت مجمعه معكم وقلت لكم غادي نمشي لبيم في اللايف. بالحق مشيت وخديت داكشي اللي انا باغا، غير هو كان صحه ما قدرتش نصور لكم، كرهت نديكم معايا، ولكن الغالب الله. دابا نوريكم شنو خديت و تشوفوا زعما الشكل كي دايرين. اول حاجه خديتها هي هاد الكرتونه هادي اللي فيها العصاره، هادي ديال شيف ماكس. كنت بغيت ناخذها العام اللي فات وما خديتهاش. هادي ما كدارش بلي كابسول، كدار غير بالمعلقه. دابا نوري لكم كلشي كيفاش دايره من الداخل. زوينه، والراي ديالي فيها غيكون في الاخر ديال هاد الفيديو. في الاخر ديال هاد الفيديو غادي نقول لكم الراي ديالي فيها بعد ما نستعملها البنات. دابا اجيو نشوفوها كيفاش دايره من الداخل، فاش كتحلوها كتلقاوها بحال هكا. البنات نحلها ونرجع لكم بليز. ما قدرتش نزب واحد ليد. ها انتما البنات كتجي بحال هكا، فوالا كيف قلت لكم كتحل من هاد لابارتي هادي. كي كتشوفوا هنايا فين كيطلع داك الروبيني ديالها تيطلع الماء، هنايا فين كاينه المعلقه، وهنايا بلاصه البلاصه فين كتعمل القهوه. اوكي، وهنايا فيها الكيسان ديالها مع جوج ديال الموزعات ديال القهوه. الا باين لكم جوج الموزعات اللي كيوزعوا القهوه. وبطبيعه الحال هنا فين كاينين لي طاس، دايرين جوج ديال لي طاس بحال هكا. فوالا ها هو شكلها. من بعد البنات راني نوريها لكم في الاخر ديال الفيديو كيفاش كتجي. المهم حاول غير نقربكم شويه. فوالا ثاني حاجه خديتها في بيم هي هادو البنات اللي فيهم قلب ودائره ومربع. نحلهم تهما معكم مباشره. دائما كنبغي نصاوب الحلوات، فوالا دائما كنبغي نصايب حلاوي. وهاد القليب هذا ما كيكونش عندي، فوالا ها هو الشكل ديالو. وهذا الدائري، وهذا البنات المربع. شوفوا هادو غزالين البنات. ايوا نمشيو نوجدوا حاجه اخرى ونعاود نرجع لكم البنات. البنات اليوم الجمعه ودايره كسكسو، دوزوا معايا ان شاء الله النهار. ما وريتكمش لي زيتاب ديال كسكسو كيفاش كيدار، حيت الاغلبيه فينا احنا مغربيات رانا عارفين كيفاش كسكسو كيدار. بالنسبه للبنات اللي ماشي من المغرب، الا بغاوني نصايب ليهم كسكسو كيفاش كيجي، نسيت با باش تقولوها ليا البنات. و يلا نكملوا النهار ديالنا.
البنات جات عندي واحد البنت واحد سيدة فريمون غزالة غزالة ما فضلتها قدامكم. حتى هي من المتتبعات ديالي هنا في اليوتيوب وجابت ليا دي كادو وقلت نحلهم قدامكم نشوفوهم جميع. انا فرحانة بزاف ماشي حيت جابت لي دي كادو مي حيتاش كاينين الناس اللي كيبغوني في الله الناس اللي يحبوني هكا مباشرة. كبرت بيا الله يكبر بيك دنيا وآخرة والله يجعلها في ميزان حسناتك وشكرا شكرا على الهدية من كل قلبي من كل قلبي فريمون لأنني خجلت وما شاء الله شكرا لكم بزاف. نبدا نحلهم البنات هما هادو البنات جيسبيغ باين ليكم ودابا غنحلهم معاكم تبارك الله خدات العناء وسايباتهم. غنحل هذا هو الاول كيجي بحال هكذا ثقيل. شكرا بزاف بزاف وشكرا ليك من كل قلبي على الهدايا ديالك. شكرا ليك بزاف بزاف. واو شوفوا البنات هذا تيجمع القراي غزال. هذا اكيد غتشوفيه في الطابله ديالي بزاف ديال المرات. شكرا بزاف 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 ناري البنات اسمعوا هذه الكلمه بزاف لكن والله العظيم الا شوفوا في لينوكس غزال فريمون غزال شوفوا. اه لا 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 شكرا لك بزاف ما عادش وحش نقول لك مي وحق الله العظيم الا جاتني البكيه بزاف ما عادش قلت هذه الكلمه ديال بزاف حسبوها البنات شحال من مره قلتها. اه لا لا وثاني حاجه جابتها انا كنحل و بانت ليا ودايوغ هادو راه كتشوفوني كنديرهم شحال من مره الطبلة ديالي بعد العناء ديال الحلان. فوالا جبت هذا هي عرفتني عندي مع الطويل ديال الطبلة عزيز عليا هادشي. فوالا كيجي بحال هكذا البنات غزيول وفيه فيه اللعيبة ديالو لداخل. غنحلها معاكم فوالا غزيول عطاك الله الصحة شكرا بزاف بزاف من كل قلبي شكرا ليك لأنك تكلفتي على راسك وجبتيهم لي. شكرا ليك بزاف 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 بزاف. ما شاء الله خلاص الحمد لله الحمد لله واحد اخر في حاله الحمد لله اللي عطانا ناس تيقبلونا وتيبغونا لله فريمون الحمد لله والله راكم عزازات وغزالات شكرا لكم. ها هما البنات كي كيجيو غزيولين وهذا الاخر ها هو هذا ديال الطابل جيسبر باين ليكم. شكرا لك بزاف بزاف الى دزتي من هنا وانا عارفك غادي تدوزي من هنا. شكرا لك من كل قلبي لان فريمون الهدايا ديالك اثروا لي بزاف وما نكذبش عليك وحق الله العظيم الا كنهضر والدموع كاينين حاصرين في عيني. شكرا لك وشكرا بزاف بزاف ونتمنى نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله ونجلسوا مع بعضياتنا وبقى مجمع بيناتنا مجمع الخير وندوزو حاجة اخرى. البنات دابا جيت باش ندير معكم واحد الوصفه مجموعه ديال الوصفات اللي كنديهم معايا قبل ما الحمام. بطبيعه الحال في الاخر ديال الويكاند اغلبيه بينا تمشوا للحمام فانا بعض الوصفات اللي ما كنستغناش عليهم واللي هما مهمين عندي اللي غادي نحتاجوهم. انا هنايا عندي مجموعه ديال الصابونات كي كتشوفوا. غادي نحتاجوا الماء ديال الورد انا عندي هذا ديال قلعه المكونه. غادي نحتاجو الطين الابيض البنات. غادي نحتاجو مجموعه ديال الصابونات اللي غادي نوريهم لكم دابا. انا حكيتهم وبشرتهم هنايا كاملهم. اول صابونه نحتاجو اللي هي هذه ديال افون كير على باز ديال تمنى تبان لكم على باز ديال الجليسيرين والفيتامين او.
كتجي بحال هكا البنات، انا حكيت ربع ديالها كلشي، هادو البنات تتحكم منه غير شويه شويه ماشي بزاف. خديت هادي ديال الودعه، ها هي صابون لاباز ديالو بالودعه، كتجي بحال هكذا في الشكل ديالها. اوكي البنات، تاني وحده، ثالث وحده اللي هي هادي على باز ديال العكر الفاسي، تجي بحال هكذا البنات. اوكي غادي نحتاج الاخرى اللي هي هادي ديال دوف، هكا كيكون لونها. و واحده اخرى اللي هي هادي ديال الطين الابيض، كيجي حتى هي الشكل ديالها بحال هكا، فوالا. ها هو شكلها كيفاش دايره بالغاسول الابيض. وواحده على باز ديال بابايا. الا لقيتو البنات ديال اش كيقولوا ليها ديال خزو، حتى هي ديروها. وهذه حتى هي ديال بابايا مع لافوكا، الافوكادو والباباي اللي كيجي شكلها بحال هكذا البنات. اوكي انا البنات ها هما راه حكيتهم كاملين، سمحوا لي عرفتي رونت هنايا بالصابون. لا ها هما، وجبت هاد لو بول هذا اللي غادي نخلطو فيه المسائل ديالنا. اللي غادي نحتاجو ليه اخر اللي درتو كيغلى، اللي هو الحليب يكون فايض. هاد الوصفه هادي كتحتفظوا بها في الثلاجة ماكسيموم سيمانه، ما تفوتوهاش، فيها حتاش فيها الحليب البنات. المهم انا قررت باش نقولها لكم هكذا باش ما تبقاوش مبرسطين معاها. المهم دابا ندوزو لحاجه اخرى اللي هي نحطو هادو هنايا، ونجيب الحليب ديالي نكمل معكم البنات. البنات من بعد ما غلى الحليب ها هو جبتو هنايا، غادي نتوكلوا على الله وغادي نخلطوا هذوك ربع ديال الصابونات اللي وريتكم قبيلات. هذه ديال لافوكا، وهذه ديال الطين الابيض، هذه ديال بابايا، هذه البنات ديال الودعه. البنات هاد الوصفه جربوها راها هائله. وكاينه هادي، ديال دوف، وهادي ديال افونكير البنات بالفيتامين او والجليسيرين. الا ما عندكمش وما لقيتوهاش البنات، من الاحسن انكم تزيدوا شويه ديال الفيتامين او، وتزيدوا جوج معالق ديال الجليسيرين، سي اوبليجي البنات. وهذه البنات ديال العكر الفاسي، فوالا. الله يا ربي ريبت الحفله. معليش. من بعد البنات غادي نزيد الطين الابيض، تاكدوا منه البنات يكون اصلي. نزيد تقريبا واحد زوج ديال الملفات، وغادي نزيد الحليب ديالنا. كي قلت لكم الحليب بهاد الوصفه هادي كتحاولوا ما تحتفظوش بها الا سيمانه البنات، فوالا. من بعد خصنا نخلطو هيا البنات، نبقاو كنخلطو فيها بحال هكذا حتى يذوب هذاك الصابون كاملو ويزيد يعقد. فوالا راه كياخد الوقت البنات، اولا طحنوه في الطحانه، انا كنخليه يذوب على خاطرو. غادي نزيدو ليه شويه البنات ديال الماء ورد، ماشي بزاف غير شويه، هانتوما غير شويه، وكنخليو هذاك الصابون يعقد. راه كيولي داير بحال شي كريمه البنات، فاش غيزيد يذوب مزيان غيولي بحال شي كريمه. ها هو البنات كيفاش كيجي اللون ديالو،
والشكل ديالو بالنسبة للقوام ديالو البنات ها كيفاش كيجي. كيف قلت لكم راه تيجي بحال شي كريم، هانتوما كيجي بحال شي كريم فوالا. هذا البنات كديروه قبل ما تمشوا للحمام، يعني كديروه في الجسم ديالكم كدهنوا به بحال شي كريم، وكتخليوها البنات في الجسم ديالكم المده الكافيه عاد كتمشيو للحمام، يعني واحد ساعه المكنه قبل ما تمشوا للحمام او ساعتين. هذا البنات خطير في تصفيه البشره، تنقيه البشره. صراحه انا في الكلف والله العظيم اللي عاوني بزاف، عرفتوا الكلف ديال من بعد الولاده، وكذلك كنت كنستعمله فاش كنت عروسه. هذا غزاله البنات، غير خدوه وجربوا هذه الوصفه، هذه ما غاديش تندموا عليها، كنصحكم بها بزاف البنات. فوالا ها هو الشكل ديالها. الا كنتو غتدوها معكم الحمامه البنات، غير بدلوا ليها البو، اولا خدوا معكم غير شي شويه في شيميكا، ولا ديروا شي حاجه ديال البلاستيك. انا حيتاش كنبغي نحتفظ بهم كنعقم هاد البواطات وكندخلهم للثلاجه باش على البنات. دابا غادي ندوزو الوصفه الاخرى اللي كتخص الشهر، وهي هي فيها مكونات بسيطه وسهلين بزاف. الاهم دابا المكونات الاولى اللي غادي نحتاجو اللي هي الخزامه، غادي نحتاجو كذلك الثوم ديالنا كي كتشوفو، غادي نحتاجو اليازير، غادي نحتاجو كذلك الخزامه. البنات غادي نديرو فيها ايضا الزعتر، غادي نديرو فيها انواع ديال التمر محروقه في الفران ومطحونه مزيان تكون بودره مزيان. البنات فهاد المكونات ديال هاد الوصفه راهم غزالين، غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. غادي تحتاجوا البودره ديال عشبه الاملاج، انا ديجا قلت لكم البنات على عشبه الاملاج راها غزاله 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 بزاف. غادي تحتاجوا الزيت ديال السمسم البنات، ومن الاحسن انكم تختاروا شي قرعه اللي تكون لونها غامق. انا درتها هنا في هذه القرعه، غنوري لكم اللون ديالها والشكل ديالها كيفاش كتكون. بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا او لونهم شعر او اشقر لونهم فاتح وما كيبغوش يغمقوا اللون ديال شعرهم، فهاد الوصفه راها كتغمق شويه اللون ديال الشعر. من الاحسن انني نقولها لكم باش تكونوا عارفينها البنات، ماشي بدرجة بزاف غير شوية. كذلك حاجة اخرى اللي كنحتاجو اللي هي المعجون ديال سكنجبير يكون طري. غادي نحكوه في الحكاكة البنات، وغادي نزيدو عليه الثوم، وغنزيدو عليه الخليط. هاد البنات الحوايج الا بغيتو تحكوهم حكوهم مجموعين، او لا غير خلطوهم كاملين كيف ما درت انا وخلوهم كينقعوا. انا في المرة الاولى اول مره درت هاد الخلطه هادي فانا طحنتهم، من بعد وليت كنديرهم غير هكاك باش نستافد منهم اكثر وما يبقاش ليا داك التخت ديالهم في الشعر ديالي فاش كنكون كنصفيهم. دابا كنخلط هاد المكونات كاملهم في القرعه، وغادي نزيد نعمر عليهم بعض الزيوت. انا استعملت زيوت وحدين اخرين من غير السمسم، زدت زيت البلديه، زدت زيت الخردل، وزدت مجموعه ديال الزيوت وحدين اخرين كيف ما كتشوفوا. فمن الاحسن البنات فاش تكونوا كتطبقوها على الشعر ديالكم خصكم ديروها وتخلوها في الشعر ديالكم واحد المده ديال ساعه قبل ما تمشوا للحمام. انا هنا شققت هذيك شققت هذاك الضروس ديال الثوم قبل ما نلوحهم، او لا تضربوهم تمعكم بشي حاجه، فانا حليتهم غير بالموس بحال هكا فرقتهم على زوج ولحتهم هكاك بالقشره ديالهم البنات. غادي تخلوها في واحد البلاصه اللي غامقه ما كيدخلش ليها الضوء واحد المده ديال 15 يوم عاد تبداو تستعملوها البنات. صدقوني فوائد ديالها على الشعر هائله جدا، وخصوصا خصوصا ضد تساقط الشعر، تقويه الشعر، تطويل الشعر، فالبنات اكيد اكيد غتنفعكم. انا من بعد ما زدت سكنجبير هكا محكوك طري، وغادي نعمر عليها بمجموعه من الزيوت كيف قلت لكم. درت زيت السمسم، ودرت كذلك زيت ديال الخردل، درت الزيت ديال قولوا انا اللي غنقول لكم، درت عليها الزيت ديال الخردل، ودرت الزيت ديال القرنفل، ودرت الزيت ديال الجوجوبا البنات، هو هذا الاولاني اللي بديت به. درت الزيت ديال الخروع، و وقيلا هادو ملي درت ما بقيتش البنات ما تضحكوش عليا.
هادم لانني سجلت هادشي كلشي وانا كنهضر البنات، وفي الاخير لقيت ان الصوت ما تسجلش، ما عرفتش علاش، فاضطريت انني نزيد بلاي با البنات. فمن بعد ما زدت الزيت ديال الخروع والخردل والقرنفل والجوجوبا وجوجوبا والأزير، هذا هو اللي نسيت، والزيت ديال الأزير. فهادو هما اللي زدت البنات كاملين، نعاودهم من جديد: زيت الخردل، الزيت ديال الأزير، الزيت ديال القرنفل، الزيت ديال الجوجوبا وديال الخروع وجوجوبا القرنفل والأزير. البنات نحمقكم، زيد 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 زيد. هادشي اللي درت البنات، صبروا عليا. من بعد البنات عمرت عليهم بالزيت البنزية والويل دو كوكو. الويل دو كوكو البنات راني دوبتو عاد درتو، فهمتوني يا البنات؟ وصافي من بعد سديت عليها مزيان. راه هذيك القرعه اللي نتوما كديروا فيها خصها تكون معقمه وممسوحه، ما فيهاش الماء باش ما يخمروش لكم هذوك المكونات هذوك. وصافي، فنتمنى البنات تكونوا فهمتوا. هنا البنات كيف كتشوفوا انا وريتكم المكونات كيفاش كيجوا، كيجوا مستفين بهذه الطريقه هذو. فانا من بعد غادي نزيد نعاود نعمر عليهم بالزيت البلديه، وغادي نسدو عليهم القرعه. خصها تكون مسدوده باحكام البنات، خصها تكون مسدوده مزيان مزيان البنات باش ما يدخلهاش الهواء، وتخبوها في شي بلاصه اللي تكون مظلمه. انا هنايا كيف كتشوفوا من بعد ما زدت عليها الزيت البلديه اللي قلت لكم، وزدت عليها الويل ديال الكوكو، الزيت ديال الكوكو، جوز الهند. ويمكن لكم البنات ديروهم اما فاش تساليو الوصفه ديروها في شي سبرايات بحال هكا، ولكن تكون مظلمه كي قلت لكم، ولا ديروها كذلك في بحال هكا يكونوا يعني كتقدروا تشققوا بها الشعر ديالكم. فهذه البنات كتسمى تشقيقه ديال الشعر، يعني تشقيقه كي كيقولوا لها الناس. كاين اللي كيبيعوها راه كيبيعوها غاليه البنات، فهذا هو السر والمكونات اللي تيداروا فيها. كاين اللي كيزيد عليها الورد، تقدروا حتى نتوما البنات تزيدوا الورد، من الاحسن تجيرو ساعه قبل ما تمشوا الحمام. ودابا ندوزو للوصفه الثانيه البنات. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي كنديرو في الحمام البنات، هي كنحتاجو ليها هذا الصابون البلدي ديال الارغان، او لا الصابون البلدي ديال الكاليبتوس، او اي صابون بلدي عندكم. فمن الاحسن انا كنستعمل اما صابون البلدي ديال الارغان او ديال الكاليبتوس، هما اللي زوينين. غادي نحتاجو ليها الحجره ديال النيله اللي غادي نوريكم الشكل ديالها، حيت ديك خطره وريتها لكم في اللايف وما عرفتوهاش، اللي كتجي بحال هكا البنات. نتمنى تكون باينه لكم البنات. ها هي، انا شديتها ودقيتها مزيان. غادي نستعمل غير شويه منها مدقوق. غادي نحتاج شويه ديال العصير ديال الحامض، وصافي نبداو على بركه الله. فانا ناخذ واحد المهبقه ديال، انا ديجا مخلطاها، نوريها لكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. غادي تاخذوا غير معلقه ديال الصابون البلدي بحال هكا، او الكميه اللي نتوما بغيتو. كتاخذوا الراس ديال المعلقه ديال النيله الزرقاء مع هاد الكميه اللي هي قليله بزاف، غير شويه حيتاش كتطلق اللون بزاف. وغادي تخلطوا معها العصير ديال الحامض بحال هكا البنات، من الاحسن تحيدوا العلف. فوالا، ما تخافوش راه ما كتخليش الزروقيه في الجسم، بالعكس فهي كتحيد بسرعه. وكتبقاو تخدموا هذا الصابون البلدي مزيان بحال هكذا حتى كتدخل فيه ديك النيله الزرقاء، وهي اللي كتدهنوا بها الجسم ديالكم من بعد ما كتشلوا من هذيك الوصفه اللي وريتكم ديال الصابوناج، هذيك اللي كنديروها قبل ما نمشيو للحمام. كندهنوا هذاك الصابون اللي درت معكم، فكديروه قبل ما تمشيو للحمام، كتخلوه في الجسم ديالكم على الاقل واحد ساعه قبل ما تمشيو للحمام، اولا تباتوا به فانتوما حرين. ومن بعد فاش كتدخلوا للحمام كتشلوه، عاد كديروا هاد الوصفه هذه اللي هي ديال النيله مع الصابون البلدي. فكتحاولوا تدخلوا مزيان هاد النيله في الصابون البلدي. انا نوريها لكم كيفاش دايره.
هانتوما البنات شفتوها كيفاش دايره؟ فاش كيدخل فيها الصابون البلدي كتولي دايره بحال هكا، وكتدهنوا بها الجسم ديالكم كيولي بحال هكا فاش كتدهنوا به الحمام، وكتبقاو كتعرقوا وسط الحمام. من بعد فاش كتسخنوا كتبداو كتحكوا الجسم ديالكم بالليفه عادي. فهاد الوصفه هادي فاش كتساليو كديروا الكريم اللي غادي نوريكم كيفاش ديروا ليه البنات. الوصفه الاخرى غنحتاجوا ليها نص حامضه الكريم ديال جليسوليد. ياكو البنات غادي نحتاجوا الكريم ديال كير افون كير، هذا ديال كاكاو بيتر ديال زبده الكاكاو. غادي نحتاجوا البارافين، وغادي نحتاجوا كذلك الجليسيرين. البارافين والجليسيرين هذا اللي كنوريكم دابا هو الجليسيرين، ودابا غنوريكم البارافين اللي هو هذا القرعه ديالو. هكا كيجي البارافين. غادي نحتاجوا لواحد القرعه اللي تكون نقيه ومعقمه مزيان البنات وناشفه ما فيهاش الماء. كنديروا فيها الكميه اللي كنحتاجوا، يعني اللي غادي نحتاجوا بها داك النهار، ما تخبوهاش البنات بزاف. فانا هنا درت تقريبا واحد 4 ديال المعالقات او 3 ديال المعالق، شوفوا نتوما اللي غيكفيكم الجسم ديالكم. انا درت 4 ديال المعالق وزدت عليهم نص عسل ديال الحامضه تقريبا واحد 4 القطرات ماكسيموم، هكا قولوا واحد 3 حتى 4 القطرات. فالجسم ديالنا ما كيكونش عنده كونتاكت مع الشمس، داكشي علاش من الاحسن انكم ديروها. يعني حنا الناس الاغلبيه كنكونوا في الشتاء كنكونوا مكبطين لابسين حوايجنا، فمن الاحسن من الاحسن البنات انكم ديروا ليها الحامض. من بعد البنات حركوها مزيان 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 حتى يتخلط الخليط مزيان، وعاد غادي تزيدوا ليه الكريم، تزيدوا ليه البارافين والجليسيرين، وتبقاو كتخلطوا. تقدروا البنات تحتفظوا بها في الثلاجه اذا بغيتوا. انا هنايا كنديها ما كنحتفظش بها، يعني كنصايب غير داكشي اللي كيكفيني باش تكون الفعاليه ديال الحامض والجليسيرين والبارافين هي هاديك، وحتى الكريم يخدم معايا في الجسم ديالي. فهذه هي الوصفه اللي كندير من بعد ما كنمشي للحمام البنات. فنتمنى البنات تطبقوا هذه المجموعه ديال الماسكات اللي درت معاكم، ونتمنى البنات يعجبوكم. هاد الماسكات البنات راهم غزالين 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 بزاف بزاف لواحد الدرجه ما تتصورش. فنتمنى منكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر، لان هاد الوصفات نفعوني حقيقه وانا عروسه. هذا هو الروتين اللي كنت كنطبق فاش كنت عروسه، وكذلك من بعد ما ولدت بنتي هبه المره الاولى في الكلف ديالي، فنفعني بزاف 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 بزاف، وكنصحكم انكم تجربوه. شوفوا القوام ديالو البنات كيفاش كيجي، راه كيدخل بسرعه في الجسم ما كيعذبكش، وعاد كيخلي الملمس زوين، ومع المده كتفتح. فكنصحكم البنات الا كتديروا وصفات طبيعيه فمن الاحسن انكم تبعوهم على مده يكونوا طوال طوال، لان على الاقل بعدا خاصك واحد الشهر باش كتبان لكم النتيجه. فالمده اقل من شهر راه ما كتبانش النتيجه. والمداومه المداومه المداومه، كنصحكم البنات داوموا على هذوك الحاجات. فدابا البنات ندوزو، هادو هما كاملهم اللي استعملنا. الماسك الاول اللي درنا كيف وريتكم، هذا الماسك الثاني اللي درنا ديال النيله الزرقاء كيفاش كيجي، وهذه الشقيقه ديال الشعر اللي استعملناها، وهذا الكريم اخر واحد اللي كنديرو. نتمنى البنات انكم تجربوا هاد الوصفات كاملين وداوموا عليهم، اكيد غادي يعجبوكم والنتيجه ديالهم غادي تعجبكم بزاف بزاف البنات. البنات هذه هي العصاره اللي وريتكم ديال بيم، اللي جيت باش نشاركها معكم ونوريها لكم البنات. غزاله غزاله بزاف، هنا فين كاينه البطونه ديالها باش تتشعل، والداخل فين كاين بلاصه القهوه وبلاصه فين كيدار الماء، اقل ما يمكن اننا نقول لكم فيها غزاله 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 بزاف. هنا كديروا فيها الماء في الفوق، وكتديروا فيها تقريبا جوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال القهوه، وكتخليها كتبدا تعصر، كتبقى تنزل في الاول غير بشويه بشويه،
وعاد من بعد تتبدا تنزل بالزربه، غزاله 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 بزاف على البنات. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، غادي تعجبكم بزاف. كيف شفتوا هنايا هي بدات كتخرج في العس في في داك القهوه، كتبدا خدامه بحال هكذا غزاله يا البنات. صراحه زوينه للناس اللي كيعشقوا القهوه وكتعجبهم القهوه بزاف، غير يجربوها غادي تعجبهم بزاف البنات. كي كتشوفوا البنات هناك فين خويت الماء، هذاك هو الروبيني اللي كيطلع الماء، وهاد البلاصه هي اللي كدار فيها القهوه. غزاله يا البنات، غزاله 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 بزاف بزاف، وغادي تعجبكم. انا متيقنه غير جربوها، الثمن ديالها كان بسيط بزاف اللي هو 100 درهم، ولكن زوينه غادي تعجبكم. هذه هي كانت تجربتي فيها، غير جربوها يا البنات اكيد غادي تعجبكم. على هذا الشيء البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، حتى الروتين واحد اخر جديد وفلوغ جديد ان شاء الله. دابا انا كنصايب الكابوتشينو ديالي اللي درته بالقهوه والشوكولات ديال نيسكويك، والحليب يكون سخون. بطبيعه الحال غادي نحتاجوا لهاد الفراره هذه اللي كتطلع لينا الموس ديال كتطلع على موس ديال الحليب. جربوها غتعجبكم بزاف بزاف، و نقول لكم بسلامه حتى الروتين جديد واحد اخر. نتمنى دائما تشجعوني ونتلقى منكم الدعم المتواصل والتشجيع ديالكم بالاشتراك. بطبيعه الحال اللي ما مشتركش معايا تشترك، وكذلك اللايك والسبسكرايب البنات، وقولوا لي كلمه زوينه في حقي في شي تعليق. ونتمنى تعطوني افكار الفيديوهات وحدين اخرين اللي بغيتوا تشوفوهم على القناه. وبسلام عليكم حتى الروتين اخر ان شاء الله. خليت لكم راحه البال، وبسلام عليكم.